لقاءات أسبوعية تجمع أطفال الرعية الكلدانية في الأردن يلتئمون في دير راهبات السلزيان بعمان لتلقي التعليم المسيحي ويمارسون فيه النشاطات التعليمية والألعاب الترفيهية. يشارك الأب زيد حبابة راعي الكنيسة الكلدانية في الأردن في هذه اللقاءات مقدما فيها كلمة روحية عن المعنى الحقيقي للسلوك المسيحي والعيش به وكيف نكون مثالا حقيقيا للسيد المسيح ونحيا به. احنا كل جمعة نجي للتعليم المسيحي ونلعب ونفرح ونتعلم أشياء عن يسوع احنا ما نعرفها. احنا نجي كل جمعة هنا حتى نتعلم ونفرح وندرس ونشوف أصدقائنا. نشكر الأبونا وكل المعلمين لأنه يدرسونا ويوفرونا التعليم. نجي كل جمعة نشكر كل كنائس الأردن لأنه توفرنا التعليم حتى ندرس حتى نشوف أصدقائنا كل جمعة. فقرات متعددة ولقاءات روحية وتعليمية مثمرة يتلقاها الأطفال من مرشدين وأعضاء الشبيبة بالإضافة إلى تقديم عروض لفيديوهات تعليمية مصورة. Today I want to put out a speech for everything that God gave us, especially this blessing that He gave us, especially the sisters that they are so good to us that they can let us lend this place to have fun. As you can see, everyone is having fun. احنا سعيدين بالتعليم المسيحي اللي سوالنا يا ابونا زيد. احنا نتونس هوايه نلعب ويا اصدقائنا ويعلمونا بالتعليم المسيحي عن الله وعن يسوع. واشكر المعلمين وكل يعني اللي بذلوا مجهود عم يسوون التعليم المسيحي واشكر الكنيسه. مثل هذه النشاطات تهدف إلى توسعة الإدراك والمعرفة وتنمي الذكاء عند الأطفال وتعبئة وقتهم بفعاليات هادفة تكسب الطفل مهارات جديدة.